الآن نتحول مع حضراتكم إلى شرم الشيخ التي تتعلق بها أنظار وعيون وعقول العالم على الأرض. تنضم إلينا من هناك على الهواء مباشرة سالي سالم معنا لرصد يعني مشاهد اليوم الثاني من فعاليات الشق الرئاسية. سالي، بعد التحية، أبرز مشاهداتك حتى هذه اللحظة، ولو تجملي لنا ما يعني دار بالجلسات حتى اليوم من موائد مستديرة أو من الجلسات العامة الرئيسية. نعم، تحياتي لك محمد ولمشاهدينا الكرام. نتابع مع حضراتكم اليوم الثاني على المستوى الرئاسي والجلسات التي تتم في هذا اليوم، ولكن نحن نتواجد تحديدا في المنطقة الزرقاء، ولكن بعيدا عن الجلسات والفعاليات الرئاسية الرسمية والتي نتابعها ونشاهدها على المدار اليوم. نحن نتواجد في الجزء الآخر من المنطقة الزرقاء، وهو المتعلق بالأجنحة الخاصة ب الدول المشاركة والوفود المشاركة داخل هذه الفعاليات. بالطبع لدينا عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية وأيضا الأجنبية، عدد كبير من المؤسسات والمنظمات التي تشارك هنا في الإطار الرسمي داخل هذه المنطقة الزرقاء، وهو الجزء الخاص بالأجنحة والدول. نحن نتواجد تحديدا وخلفي هو الجزء الخاص بإفريقيا، هذا الجزء الذي يتناول عدد من المباحثات الخاصة بالمحادثات المناخية، ولكن نحن نتحدث هنا عن هذا الإطار المتعلق بالمجتمع المدني، المتعلق بالدول، الإنجازات التي تمت في بعض الدول، المشروعات واستخدام التكنولوجيا الخضراء. كل دولة تحاول من خلال تواجدها في هذه المنطقة تحديدا أن تبرز ما قامت به في التصدي لقضية التغيرات المناخية، كيف يمكن أن تساهم. ودعنا محمد في هذا البث الحي والمباشر نستعرض هذا الزخم الذي يتم في هذه المنطقة. فخلفي مباشرة هو الجزء الخاص بإفريقيا، القارة الإفريقية، يتم به عدد من الفعاليات والمحادثات كما تشاهد في هذه الصورة الحية والمباشرة، لقاءات ما بين كل من هو متعلق، كل من هو مهتم بهذه القضية، قضية التغيرات المناخية، حتى الفعاليات الأنشطة والثقافية والترفيهية التي تحدث هنا تتعلق بالمناخ، حتى بعض الأغاني التي يتم إلقائها هنا هي تتعلق بالقضية المناخية. لدينا هذا الجناح أيضا، وهو الجناح الخاص بدولة نيجيريا، وكما تشاهد بعض التقاليد والعادات التي تتم في هذا الصدد. لدينا أيضا بعض الأجنحة الخاصة بدولة الإمارات، دولة الإمارات تحاول من خلال تواجدها في هذه المنطقة الزرقاء أن تستعرض كافة الإمكانات الخاصة بالدولة. شكرا لك. فيمكن أن نقلل. تفضلي سالي، تفضلي معاك. كيف يمكن أن نقلل من تأثير الانبعاثات؟ كيف يمكن أن نتعامل مع هذه القضية؟ لدينا أيضا الجناح الخاص بالمملكة المتحدة والتي يحدث بها زخم كما تشاهد في هذه الصورة، عدد كبير من الأجنحة التي تتواجد داخل هذا المكان، هذه المنطقة، الجزء الخاص بالأمم الصليب والهلال. لدينا جزء خاص بالجامعات داخل هذه المنطقة، زخم كبير يحدث في المنطقة الزرقاء على المستوى الرئاسي، وهنا أيضا على مستوى الوفود المشاركة داخل هذه المنطقة. مصر استطاعت من خلال تواجدها ومن خلال رئاستها واستضافتها لهذه النسخة من مؤتمر الأطراف أن تربط بين المحادثات الرسمية والشق الحكومي والرئاسي الذي يتم على مستوى الموائد المستديرة والذي نتابعه على مدار اليوم. وهنا ما يتعلق بالوفود، إنجازات الدول، ما قامت به الدول في التصدي لهذا الأمر، أيضا الجامعات، بعض الأمور المتعلقة بالمجتمع المدني، مشاركة كبيرة من قبل هذه الدول المتواجدة والمشاركة في هذا المؤتمر. والكلمة تعود إليك محمد مرة أخرى. في شكرا لك سالي سالم على كل هذه التفاصيل. يعني سالي، مشاهدينا، نقلت لنا وجها آخر من
فعاليات اليوم، الفعاليات تسير على مسارين كما أوضحت منذ قليل داخل القاعات المغلقة، الجلسات العامة وأيضا المواد المستديرة. والمشهد الذي تابعناه مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة نقل فعاليات والمبادرات وتجارب الدول، وهو ما يتيح مساحة للحوار ما بين كافة دول العالم المشاركة في مؤتمر كوب 27 لعرض أفكارها ولعرض مقترحاتها في معالجة القضايا البيئية والحد من تداعيات آثار التغيرات المناخية. تابعنا المشهد من داخل الأروقة الخاصة بالمشاركة الإفريقية وتحديدا دولة نيجيريا.